خلونا نصلي بينا على النبي الأول عليه أفضل الصلاة والسلام. دلوقتي في الموضوع بتاع أمناء الشرطة إحنا عايشين ما بين طرفين هيجننونا بمعنى أصح، وهيجننوا البلد وهيخسروها. الطرف الأول في ناس تقول لك إن في مؤامرة على مصر، واللي بيحصل في حدوتة أمناء الشرطة ده جزء من المؤامرة دي، وإن 6 إبريل والإخوان وقطر هم ورا اللي بيحصل ده في الأسبوع اللي فات من الحدوتة بتاعة أمناء الشرطة. بس وهم بيقولوا كده مش عاوزين يعترفوا صراحة إن اللي بيعملوا أمناء الشرطة غلط وجريمة، رغم إن الرئيس بنفسه قابل وزير الداخلية أول ما نزل شرم الشيخ وطلع البيان بتاع تعديل التشريعات، يعني الرئيس خد إجراء سماع لصوت الناس والغضب. طيب الطرف الثاني في ناس بتسخر من فكرة المؤامرة طول الوقت، سياسيين ونشطاء، يقول لك هو ما فيش مؤامرة ولا حاجة، وبطلوا تضحكوا على الناس وعلينا، وما فيش متربصين، وما فيش حد أصلا بيكره مصر، إحنا وحشين كده. طيب بين دول ودول إحنا عايشين، بس خلاص مش كفاية بقى، كفاية ومش هنسكت، تعالوا نبقى أعقل من دول ودول وناخد الخط التالت، مش بتاع المترو، مش الخط التالت بتاع المترو طبعا عشان بتوع الإفيهات والقفشات هي، ولا الخط التالت بتاع، ولا الطرف التالت. أنا بقول لك تعالوا نقف دقيقة في منطقة العقل قبل ما نقف عليها دقيقة أحداد. تعالوا نقف في الوسط ونقول للطرف الأول أيوة أنتوا عندكم حق، في فعلا مؤامرة على مصر، ومن بعد 25 يناير وحالة الارتباك اللي حصلت في محاولات لترقيع البلد دي سياسيا واقتصاديا، شوية بالتهديدات وشوية بالإرهاب، واللي ما نفعش بالإرهاب والتهديدات تم بمحاولات إنهاك الجيش والشرطة بعبوات ناسفة وعمليات هنا وهنا، واللي ما نفعش بده بيحاول يعملوه بخلق مشاكل، واللي ما نفعش بده بيتحاول يتعامل بترقيع البلد اقتصاديا. صح تمام، كل اللي بيحصل في المنطقة دي بيقول كده، مؤشرات على كده، ليه ننكره؟ ليه نسخر من فكرة تعرض مصر للمؤامرة؟ ما ينفعش. الطرف التاني بقى بنقول لهم كفاية سخرية من أي شيء وأي حاجة، ليه بتسخروا من أي حد في الدولة بيتكلم عن المؤامرة؟ ليه بتنكروا فكرة المؤامرة وتربص الإخوان والناس في مصر والناس في دول تانية زي قطر وتركيا بمصر؟ طيب قلنا لده وده، ما تيجي نقول لعقل بقى المشكلة اللي عندي ده والمشكلة اللي عندي ده. العقل بقى اننا نقول للناس الاولانيين والتانيين اللي بيسخروا من الاولانيين ان في مؤامره فعلا، بس حضراتكم يا اللي بتقولوا في مؤامره عندكم مشكله كبيره قوي، انتم ليه عاوزين تستخدموا المؤامره شماعه تعلقوا عليها كل غلطه لامين شرطه او لفرد من افراد الشرطه او لوزير او مسؤول؟ ما الغلطه نقول عليها غلطه بسبب فشل ما او غياب كفاءه ما او وجود ثغرة في إجراء ما، مش لازم نعلقها على شماعة مؤامرة أو الإخوان أو غيره. أيوة مصر بتتعرض لمؤامرة، بس ما ينفعش كل غلطة ننسبها للمؤامرة، لأن كده مش هنحلها ولا نعالجها. زي برضو إنه ما ينفعش ننفي إن مصر بتتعرض لمؤامرة ونتصرف عادي وكأن إحنا عايشين في أجواء طبيعية. زي برضو إنه ما ينفعش نكون بنتآمر على نفسنا وبنشكو من تآمر الخارج علينا. إزاي بقى؟ يعني ما ينفعش الناس اللي المفروض تكون واعية ومصحصحة وفايقة للمؤامرة واللي المفروض تحمينا منها أو تحذر الناس منها هم اللي يكونوا بيغلطوا ويدوا فرصة للمتربصين أو المتآمرين علشان يبهدلوا الدنيا. ما ينفعش تبقى الداخلية بتكلمنا عن المؤامرة ونلاقي أمناء وأفراد شرطة بيعملوا هم أجواء تثير الغضب، أخطاء وجرائم. ما ينفعش تبذل كل جهدك في تبرير الخطأ وبس. ما ينفعش إنه رد وزير الداخلية من أسبوع على شكاوي الناس من تجاوزات بعض أفراد الشرطة إنه في ناس متربصة بالداخلية. أنت لو بذلت ربع الجهد في حساب المخطئ الناس هترتاح. ما ينفعش تقعد تقول فردية والناس النهاردة بس بتشوف 3 تجاوزات جديدة لأفراد شرطة زي اللي حصل في أبانوب أو أمين الشرطة اللي قتل مواطن في خناقة في المنوفية أو زي اللي حصل في القليوبية. طيب إيه الحل؟ دلوقتي الرئيس طلع بيان وقابل وزير الداخلية ووجه بتعديل التشريعات، يعني دلوقتي الكورة في ملعب البرلمان. هذه الأجواء بتاع اللقاء وصفت من بعض المصادر أن الرئيس كان منفعل جدا على وزير الداخلية. الكورة دلوقتي فين؟ الكرة دلوقتي في ملعب البرلمان، اللي المفروض ناخد تركيزنا
ونروح تركيزنا من السخريه بس، ونروح نخليه مع الداخليه والنيابه والبرلمان، الثلاث اطراف دول تركيزنا بقى مين؟ سواء اعلام او مواطنين او منظمات حقوقيه، علشان تتعمل التشريعات على اعين الناس، فما نخليش لبتوع الداخليه او لبتوع النيابه حجه في تسريع اجراءات محاكمه وحساب اي فرد في الداخليه او غير الداخليه يغلط طبعا.